بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاية ذنوب. النهاردة هنتخلص من مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من طبع يهدي إلى الطمع. الطمع غريزة، بذرة موجودة في كل البشر، لكن المؤمن يخفيه ويسيطر عليه ويستعيذ بالله منه. الطمع كماء البحر، كلما شربت منه كلما ازددت عطشا. الطماع شخص يأكل ولا يشبع، عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. الطماع شعاره زي جهنم، هل من مزيد؟ الطماع عايز ياخد كل حاجة، عايز يكوش على البيوت والأراضي كلها، مش مهم إخواته، مش مهم ولاد أخوه اللي مات، مش مهم شركاء، المهم أنا آخد كل حاجة أنا وولادي، وفي الآخر هيسيب كل حاجة ومش هياخد معاه حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الطماع دايما مادد إيديه للناس، يحسسك إنه فقير. قال صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. لأنه مش بيبص للي معاه، بيبص للي ناقص عنده، فربنا يخليه يعيش عيشة الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الطماع عنده استعداد يتخلى عن قيمه ومبادئه ويبيع أهله وصحابه عشان يوصل لهدفه. أصل الطمع منبع كل شر. يعني الطماع ممكن يكون كذاب، حسود، لص. الشيطان يوهمه إن كل ما كان عنده أكتر كل ما يكون سعيد أكتر، كل ما ياخد أكتر كل ما يشعر بالأمان والسعادة أكتر. ومين قال إن السعادة في المال؟ ممكن يكون من أغنى الناس ويكون عنده أمراض نفسية وعايش في قلق وخوف. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد زخرى، وعند الله للأتقى مزيد. الطماع عايز ياخد كل حاجة وفي الآخر يطلع من غير ولا حاجة. من طمع في كل شيء خسر كل شيء، لأن الطمع بيمحق بركة المال. كمان الطمع بياخد المكسب ورأس المال. أصحاب الجنة لما طمعوا في جنتهم وبخلوا على الفقراء، إيه اللي حصل؟ فأصبحت كالصريم. حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. الطماع شخص نفعي، يعرفك عشان مصلحته، اتعود ياخد وما يديش، بيعبد الفلوس، بيعبد الشهوة، بيعبد الشهرة. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. الطماع شخص غير راضي على قسمة الله، مش راضي على زوجته، مش راضي على وضعه، مش راضي على بيته، مش راضي على أولاده. تقعد معاه يكلمك عن مشاريع 100 سنة قدام، الدنيا كل همه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شملة، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. اللي هيموت على الدنيا وعايش ليها، اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. لكن في فرق كبير بين الطمع والطموح. الطموح هو الطمع المشروع بدون التنازل عن المبادئ. مش عيب تبقى من أغنى الناس، صاحب منصب مرموق وعندك أراضي وبيوت وعربيات، لكن تكون وصلت للحاجات دي بطرق مشروعة وما تتخلاش عن مبادئك، والدنيا تبقى في إيدك مش في قلبك. أما الطمع المذموم إنك توصل لهدفك بطرق غير مشروعة، طرق شيطانية، تكون وصولي، متسلق، انتهازي، تبني غناك على فقر الناس، تبني سعادتك على تعاسة الناس، تفتن على أصحابك عشان ترقية أو منصب. فالطمع يخليك تتخلى عن مبادئك عشان توصل لهدفك، يخليك تذل نفسك لمخلوق زيك زيه. والأولى
إنك تخضع وتذل نفسك لله. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. لكن مش كل الطمع وحش، مش كل الطمع مذموم، في طمع محمود وهو الطمع في مغفرة الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الطمع في رحمة الله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. الطمع في الخير، في مضاعفة الحسنات، الطمع في السباق نحو الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احرص على الطمع فيما عند الله، كتر فعل الخير، صل قيام ليل كتير، صوم كتير، تصدق كتير. فرق كبير بين الطمع لدخول الجنة والطمع في الشهوة الحرام وأكل الحرام اللي آخرته غضب ربنا والنار والعياذ بالله. ولو عايز تتوب وتتخلى عن الطمع، عليك بالقناعة. الطمع علاجه كلمة واحدة بس، القناعة. فالطمع داء والقناعة دواء. القناعة رزق، فادعي ربنا كتير يرزقك القناعة. اللهم ارزقنا القناعة وقنا شر الطمع. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قنعه الله بما أتاه يعني ربنا مرضيه باللي عنده. فالقنوع هو الراضي بالموجود بعد بذل المجهود، اجتهد وراضي بحاله اللي هو فيه، راضي بزوجته، بولاده، بوظيفته، بمرتبه، بسكنه. عشان تبقى قنوع لازم تجاهد نفسك، ما تبصش لعيشة حد، ما تبصش لولاد حد، ما تبصش لفوق. اللي يبص لفوق يتعب. بص للي أقل منك، بص للي ظروفهم أسوأ من ظروفك، اللي محتاجين أكتر منك. ما تبصش للي راكب عربية، بص للي ماشي على رجليه، بص للي مش قادر يمشي على رجليه وانت سليم ماشي على رجليك. ما تبصش لأصحاب الفلل، وبص للي بيناموا على الرصيف وانت عندك شقة ممكن تكون إيجار صحيح، بس ستراك انت وولادك من حر الصيف وبرد الشتاء. ما تبصش للي بياكلوا أشكال والوان، وبص للناس اللي بيناموا من غير عشاء وانت مستور. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لو عايز تتخلص من الطمع، خاف من عقاب ربنا. قبل ما تاخد حاجة مش من حقك، لازم تعرف إنك بتاخد قطعة من النار. لو عرفنا كده مش هنحتاج لا المحاكم ولا جلسات عرفية. اتنين من الصحابة مختلفين على ميراث، فجم للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأنا أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار جهنم يأتي بها يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي يا رسول الله. يا سلام، موعظة جميلة أثرت فيهم، فطلع الطمع من قلوبهم، اتحلت المشكلة. من حكمة ربنا إن أهل الطمع دايما عايشين في هم وقلق وخوف وفقر، مع إنهم ممكن يكونوا من أغنى الناس، لكن أهل القناعة في نعيم، عايشين في عز وغنى ورضا وسكينة وأمان، مع إنهم ممكن يكونوا من أفقر الناس. قال الإمام علي: القناعة تجعل الفقراء أغنياء، والطمع يجعل الأغنياء فقراء. لو عايز تعيش عيشة الملوك، لو عايز تعيش سلطان زمانك زي ما بيقولوا، لو عايز تعيش عيشة الأغنياء، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله،
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع. فاقنع ولا تطمع، فلا شيء يشين سوى الطمع. اللهم إني أعوذ بك من طبع يهدي إلى الطمع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، يا رب العالمين. كفاية زنوب بعدنا كتير، وتاه منا طريقنا وسط ألف طريق، ونسأل نفسنا ملنا علينا الدنيا ليه بتضيق، ونسير إننا تهنا بقالنا سنين في بحر غريب. أكيد آن الأوان نرجع لخالقنا وكفاية ذنوب، هناك عفو الكريم أوسع كفاية من الحقيقة هروب. أكيد آن الأوان نرجع لخالقنا وكفاية ذنوب، هناك عفو الكريم أوسع كفاية من الحقيقة هروب. بيقبل ربنا ويسمع أنين القلب لما يتوب. كفاية كفاية كفاية.